بصراحة شغالين على الموضوع، بس بده يعني تجهيز لكادر يكون موجود. عم نتعاون مع حدا بالعيون بأشخاص حيساعدونا لنعمل تدريب لمجموعة ناس يكونوا موجودين معنا من أهل الصحراء، ونحط الخبرة تبعونا ونحط البرودكت تبعونا مع التعاون يعني مع ناس العيون ولا الصحراء بشكل عام. فرح مثل ما حكينا انه كانت عندها مشكله بشعراتها نتيجه التصوير، لانه اي ممثل ولا اي نجم عم يكون عنده هذه المشكله نتيجه كثير الحراره عم يتعرض لها والمشاكل. وهي شخصيه تلك شفافه بالمغرب كثير عفويتها يعني طاغيه على 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 طبيعتها يعني. فانا معروف بشفافيتي مع بشغلي، فكان لازم انه نتعامل مع حدا عنده شفافيه. مثل ما بتعرفوا كمان انه الفنانه يارا هي الايماج للبرودوي انترناسيونال داخل المغرب، الفنانه الفرح هي الوجه الاعلامي للمراكز احمد سليمان. الشعر عند المراه بشكل عام، كان عندي المراه المحجبه عم تصير تساؤلات وعم تحكي انه ما عم تلاقي حلول. بلشت الابحاث بهذا الموضوع من فتره، لوصلنا لحل انه صناعه فولار يكون انتي بكتيريا بيسمح للشعر انه يتنفس ومن مواد طبيعيه 100%.